تفضلي رونا. المشاهدين بداية طبعا نتقدم بالتعازي من أهالي شهداء الجيش اللبناني، ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى الذين سقطوا يوم أمس. البداية اليوم بفقرة الصحف من صحيفة الأخبار، وتحديدا بعض المعلومات الأمنية عن الموقوفين السوريين الثلاثة. كتب رامح حمية: نفت مصادر في تنظيم الدولة الإسلامية أن يكون أي من الموقوفين السوريين الثلاثة الذين أوقفوا بالصدفة لدخولهم لبنان خلسة ينتمي إليه، وكشفت أن الذباح لا يزال في القلمون. من جهته نفى مسؤول أمني أن يكون الموقوف السوري دحام عبد العزيز الرمضان قد أدلى باعترافات بأنه أقدم على ذبح الشهيد عباس مدلج، موضحا أنه كشف عن اشتراكه بالقتال ضد الجيش في عرسال وانتمائه لداعش، وأنه طلب منه حفر حفرة في وادي الرهوة في جرود عرسال من أجل طمر أسلحة وذخيرة، ليتبين بعدها أن الحفرة دفن فيها مدلج. وفي أحداث عرسال الأخيرة كان رمضان بحسب اعترافاته في عداد المقاتلين الذين هاجموا الجيش في وادي الحصن، وأشار الموقوف إلى أنهم نقلوا العسكريين إلى إحدى المغاور الكبيرة في محلة وادي الرهوة. وبحسب اعترافاته أيضا فإن المجموعة التي تحتجز العسكريين يقودها شخص يدعى التويني، وهو نائب أبو أحمد جمعة قائد لواء فجر الإسلام الذي أشعل توقيفه أحداث عرسال. وذكر أن التويني كلف مجموعة خاصة حراسة العسكريين المخطوفين، وهي تتألف من 15 مسلحا سوريا وخمسة لبنانيين من منطقة الشمال. وعن انتقالهم من الجرود إلى عرسال ومنها إلى طرابلس، يكشف رمضان أن التويني طلب منهم الاستراحة في عرسال 10 أيام قبل الانتقال إلى طرابلس لتجنيد شبان وتسهيل نقلهم إلى درعا، حيث يحتاج المجاهدون هناك للدعم والمساندة. ومن الأخبار ننتقل إلى الجمهورية، وفي الإطار نفسه أشار مصدر عسكري إلى أن خطورة التفجير تأتي من أنه حصل داخل بلدة عرسال وليس في منطقة بعيدة عن البلدة أو في مناطق الاشتباك الساخنة، لافتا إلى أن المجموعات الإرهابية تستخدم أسلوبا جديدا في المواجهة، وقد تعرض الجيش لمثل هذا النوع من التفجير مرتين في طرابلس ولكن ليس بهذا الحجم الكبير. وكشف المصدر عن معلومات وصلت إلى الجيش خلال اليومين الماضيين عن نية الجماعات التكفيرية شن هجوم على عدد من حواجزه المنتشرة على أطراف البلدة، وبناء عليه اتخذت وحداته الإجراءات المناسبة بما فيها منع الأهالي من التوجه إلى الجرد. صحيفة ذا تيليغراف اليوم نقلت عن مدير الاستخبارات البريطانية أنه طالب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية جون سيورز الإدارتين البريطانية والأمريكية بالعمل مع إيران على إنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط. وقال سيورز أن الفوضى في سوريا وعدم تدخل الغرب لوقف الحرب الأهلية هناك ما هو فتح الباب أمام تنظيم الدولة الإسلامية الذي وصفه بالتنظيم الإرهابي ليصبح بهذه القوة، مؤكدا ضرورة التعاون مع إيران لمعالجة الأزمة الراهنة في كل من العراق وسوريا. وعودة إلى صحيفة الأخبار، وفي فقرة علم وخبر، طلب رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم من قائد الجيش العماد جان قهوجي التدخل والمساعدة على تأمين غطاء للإفراج عن قادة المحاور في طرابلس الموقوفين في سجن رومية، ولا سيما سعد المصري وزياد علوكي. ويرى إبراهيم أن بقاء هؤلاء داخل السجن يفسح المجال للإسلاميين المتشددين أمثال شادي المولوي وأسامة منصور لاستقطاب أتباع قادة المحاور. من جهة أخرى، نظم الحزب التقدمي الاشتراكي بالتنسيق مع جماعة الداعية عمار مخيما تدريبيا لأكثر من 60 شخصا في تلال مدينة الشويفات، بينهم عدد من مشايخ بلدة دير قوبل. وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها التلال تمارين ذات طابع عسكري تتضمن رماية بالأسلحة، إلا أن اللافت هذه المرة بحسب الصحيفة هو إعداد دروس نظرية للمشاركين في المخيم على رشاشات ثقيلة محمولة على سيارات رباعية الدفع، إضافة إلى مدافع الهاون. وإلى صحيفة المستقبل، أكد الوزير نهاد المشنوق أن المسؤولين الروس أعربوا أمامه عن تقدير موسكو عاليا للدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في لبنان والمنطقة لمكافحة الإرهاب، بينما لخصت مصادر الوفد الرسمي المرافق أجواء محادثات موسكو بالقول إن المسؤولين الروس أبدوا معارضتهم الشديدة للتحالف الدولي ضد الإرهاب، وأكدوا في الوقت عينه أنهم مهتمون جدا بوضع المسيحيين في لبنان وسوريا والعراق. ونقلت المصادر عن المشنوق التأكيد بدور
دوره، أن اللبنانيين أيضا مهتمون جدا بهذا الموضوع ولا يألون جهدا في سبيل ذلك، لكن المشكلة تكمن في أن هناك دولا في المنطقة تمعن في إيذاء المسيحيين وتهميش دورهم من خلال مثلا منع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان. ولفتت المصادر إلى أن المشنوق شدد على أن لا إيران ولا النظام السوري يمكنهما محاربة الإرهاب، بمعنى أنه لا الشيعة ولا العلويون يستطيعون التصدي للإرهاب إذا كان يأتي من بعض السنة، بل وحده الاعتدال السني هو الكفيل بمحاربة هذا الإرهاب. ومن صحيفة المستقبل إلى صحيفة السفير وما كتبته ملاك عقيل اليوم، هذه الانتخابات تستأهل هذه الترشيحات. لم تعد مشكلة عقاب صقر أن ناخبيه بالكاد يتذكرون ملامح وجهه. أزمته الحقيقية أن زملائه في تيار المستقبل نسوا وجوده أصلا. نائب زحلي سبق له أن ترشح بوجه الرئيس نبيه بري في أعقاب انتخابات 2009 النيابية، فما الذي سيمنع صديق لؤي المقداد اليوم من تقديم ترشيحه؟ هذا ما حصل فعلا وبإعاز مباشر من الرئيس سعد الحريري. هكذا انتخابات تستأهل هكذا ترشيحات. بالمحصلة كثر رأوا في هذا الترشيح الاستفزازي رسالة سلبية من الشيخ سعد إلى من ينتظر تلميحا من زعيم التيار الأزرق لسلوك درب كسر الحواجز وإقامة التفاهمات الممكنة بين الأخصام. ترشيحات لنواب مرضى، ترشيحات زكزكة لا أكثر، ترشيحات من أهل البيت وحتى من غرف النوم. نواب ترشحوا مجددا إلى النيابة بعد أن سطروا إنجازات نوعية على المستوى العائلي. هذه عينة فقط من البزار المفتوح وليس كلها. المفاجأة الكبرى في رئيس الحكومة نفسه. سبق لتمام سلام في نيسان من العام الماضي وكان لا يزال رئيسا مكلفا أن أعلن أنه لن يترشح للانتخابات النيابية، متمنيا أن تكون حكومته كلها غير مرشحة بما أنها ستكون حكومة الإشراف على الانتخابات. الواقع لا يزال كما هو، فريق عمل تمام بيك مولج بمواكبة هذا الاستحقاق عاجلا أم آجلا، لكن دولته غير رأيه. نيابة المصيدبي فوق كل اعتبار. وإلى صحيفة النهار، لبنانية أصغر بروفيسورة قلب فرنسية. ليست أي طبيبة قلب عادية أو اختصاصية بارعة في مجال التصوير الصوتي بتقنياته الحديثة لأمراض القلب فقط أو أستاذة جامعية وباحثة بامتياز، بل هي أصغر بروفيسورة في طب القلب توظفها وزارة الصحة والتعليم الفرنسي في مستشفى ليموج الجامعي، وواحدة من أصل 7 طبيبات قلب فقط تبوأنا هذا المنصب في فرنسا من أصل نحو 200 بروفيسور. هي البروفيسورة دانيا معطي المسؤولة عن دبلوم الاختصاص وتعليم طلاب طب القلب في جامعة ليموج. الخبر الأخير أيضا من صحيفة النهار من صفحتها الأخيرة وكاريكاتير أرما حمصي، طبعا مهداة إلى الجيش اللبناني. لهون رح نوصل لنهاية جولتنا على الصحف. عودة لمتابعة برنامج الحدث مع سمر.